بانقضاء شهر يوليو اليوم يكون قرار حظر العمل وقت الظهيرة قد مر على تطبيقه شهر كامل قبل أن يبدأ شهر أغسطس الذي بنهايته ينتهي العمل بالقرار الذي يحضر العمل في الأماكن المكشوفة ما بين الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى الساعة الرابعة عصرا وجاء هذا القرار في إطار حرص مملكة البحرين على حماية العمال من الأمراض والإصابات المهنية خصوصا في فترة الصيف والتي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة وزيادة في نسبة الرطوبة وتعمل وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه على الاشراف على تطبيق القرار من خلال القيام بحملات تفتيشيه ميدانيه للتاكد من التزام المنشات التي ينطبق عليها القرار